بعد تنصيبه مباشرة كوزير للطاقة، كشف عبد المجيد عطار عن الأفكار التي تدور في نظرته لسياسة الطاقة في الجزائر، معبرا بصراحة بالغة أنه ينبغي على الاقتصاد الوطني أن ينسى ريع النفط والغاز ويجد مداخيل جديدة، لأن خريطة العالم تغيرت كثيرا. أنا نظن يعني الاقتصاد الوطني منه غادي لازم ينسى الريع، لارونت يفو بلي لارونت يفو، لازم ماهوش هذا ماهوش من دورنا احنا ميدان الطاقة، احنا نكملوا يا اون بيريود دو ترانزيسيون، ها مي يفودري كو ليتا الجزائريا اوبلي لا رونت اي ترافاي سور لا برودكسيون دو نوفيل ريشيس. سي اون نفي با سا اون اورجانس ستادير ا مويان تيرم، اون فا با نفير دو جور او لوندما، ها سي با فاسيل دو كريي نوفيل ريشيس دو جور او لوندما. سي اون لو في با je pense qu'on aura de sérieux problèmes à ce moment-là, à l'horizon 2030. Mais personnellement, j'ai confiance. J'ai confiance, pourquoi ? Parce que c'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments difficiles comme cela que nous vivons aujourd'hui, que les gens sont capables de faire des miracles en Algérie. وقال عطار أن الأمن الطاقوي للجزائر يمكن ضمانه بالنظر إلى الاحتياطات التي ما زالت لم تكتشف بعد. لأن لحد الآن نقدر نقول بلي الجزائر ما عندهاش مشكل، المصادر الطاقوية اللي عندنا فيما يخص الغاز والنفط وكذلك بعض المشتقات الأخرين كما الكوندونسا والجي بي ال، يعني يكفونا، ما لازمش يعني ماناش خايفين فيما يخص الأمن الطاقوي لغاية 2030 ولا حتى لغاية 2040. والواقع أن الجزائر لم ينفصل اقتصادها عن ريع النفط والغاز منذ عقود طويلة، وفي ظل الظروف الحالية يقول الخبراء أن تغيير بنية الاقتصاد يتطلب سنوات أخرى وأفكارا جديدة وإلى إرادة قوية وحقيقية لا تلتفت إلى الحسابات المعقدة داخليا والأبعاد الخارجية المرتبطة بتنظيم الاقتصاد العالمي وتوزيع أدواره.